بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة الثالثة كتلة خليط ضمن الوحدة الثالثة تصنيف وخاصيات المادة. الهدف من هذا الدرس غادي يكون هو التعرف على أن الكتلة لا تتغير بعد خلط مكونات مختلفة. إذا عندي مجموعة من المكونات إلى خلطتهم ما غتغير ليش الكتلة. داكشي اللي غادي نتعرفه من خلال دراسة أنشطة هذا الدرس. إذا كما دائما غادي نبدأ بالصورة المرفقة للوضعية. إذا الصورة توضح حلوى ومقاديرها. إذا الحلوى هي هذه والمقادير اللي استعملوا فيها هما هادو البيض والسكر والزيت والخميرة إلى غير ذلك. إذا مجموعة من المكونات أو المقادير أعطتنا هذه الحلوى هذه. ذكر. إذا الوضعية هي كالتالي: لتحضير حلوى العيد استخدمت سلمى وأمها كتلا معينة لمكوناتها، لكن الأم تساءلت عن كتلة الحلوى التي سيتم تحضيرها. إذا باش يحضروا الحلوى ديال العيد شنو استخدمت سلمى والأم ديالها؟ استخدموا كتلا معينة لمكوناتها، مثلا خداو مثلا 100 غرام ديال السكر، 5 ديال البيضات إلى غير ذلك، مفهوم؟ لكن الأم تساءلت عن كتلة الحلوى التي سيتم تحضيرها. التساؤل ديال الأم هو شحال غادي تعطيني ديال الحلوى هاد المقادير، يعني شحال ديال الكتله ديال الحلوى، واش 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو الى غير ذلك، مفهوم؟ هذا هو التساؤل. اذا في نظركم ما هو سؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه؟ اذا سؤال التقصي هو: هل تتغير الكتله بعد خلط مكونات مختلفة؟ واش كتغير الكتلة من بعد ما نخلط واحد مجموعة من المكونات؟ مثلا انا قست الكتل ديال داك المكونات، واش في نظركم الا جمعت داك الكتل كاملين ما غاديش يعطيني داك الكتلة اللي بدينا بها؟ بالنسبة للفرضيات ممكن لا تتغير، وافترض ان الكتلة لا تتغير الكتلة بعد خلط مكونات مختلفة، لان المادة تنحفظ الى غير ذلك، مفهوم؟ اذا للتحقق من صحة الفرضية يجب ان ننجز انشطة الصفحة 36. اذا اتحقق: اولا اضع فوق ميزان قطعة سكر وكأسا. اذا جبنا واحد الميزان درنا عليه قطعة من السكر وكأس به ماء وملعقة، ماء وملعقة، ركزوا عليه، لا ماء وملعقة. اذا هذه الصورة هذه كتبين كأس ماء وقطعة سكر وملعقة فوق ميزان. اسجل الكتلة الاجمالية واكتبها في جدول النتائج أسفل. إذا النتائج هو هذا. إذا الكتلة هي 191 غرام، داكوغ، 191 غرام. إذا قبل الخلط 191 غرام. إذا المجموعة ديال الكتلة السكر، قطعة ديال السكر، والكأس به ماء والملعقة، 191 غرام. أدخل قطعة السكر في الكأس. دابا هاد القطعة ديال السكر غادي ندخلها في الكأس. ثم أحرك حتى تذوب القطعة كليا. ندير هاد القطعة ديال السكر هنا، كنبدا نحرك بالملعقة حتى كتذوب داك القطعة ديال السكر. أسجل من جديد الكتلة الإجمالية وأكتبها في جدول النتائج التالية. من بعد كنعاود نقيس الكتلة ديال هاد الكأس اللي ذوبت فيه داك القطعة ديال السكر واللي فيه ملعقة، مفهوم؟ الكتلة غادي تكون دائما 191 غرام، مفهوم؟ ممكن تعبروها وديروا هذه الطريقة أو هذه التجربة في المنزل وغادي تحصلوا على نفس النتيجة، مفهوم؟ إذا في نظركم هذا الخليط متجانس أم غير متجانس؟ إذا الخليط ديال السكر والماء، وضعنا قطعة السكر وبدأنا نحرك فأعطانا خليطا من الماء والسكر. في نظركم إذا أعطيت لشخص ما ذلك الكأس وقلت له ماذا يوجد في الكأس؟ سيقول لك يوجد ماء، يعني لا يمكنه التفريق بين مكونات الخليط، وهذا هو التعريف ديال الخليط المتجانس. إذا هذا خليط متجانس، خليط متجانس، لأن التعريف ديال الخليط المتجانس هو الخليط الذي لا يمكننا التفريق بين مكوناته بالعين المجردة، مفهوم؟ أقارن الكتلتين. إذا الكتلتين قبل الخلط 191 غرام وبعد الخلط 191 غرام، إذا لهما كتلتين
متساويتين. دكاغ متساويتين، دكاغ كتلتين متساويتين. الآن غادي نمرو للتجربة الثانية. جو رياليز ليكسبيريونس سويفونت، ندير هاد التجربة الثانية. جو بيز ان فار كونتونون دو لو اي اون سوكوب كونتونون دو سابل، فوتو دو. دونك غادي نحسب الكتلة ديالاش، ديال واحد الكأس فيه الماء، وواحد الإناء أولا واحد الصحن، صحن صغير فيه لو سابل اللي هي الرملة. جو ميلونج دو لو افيك دو سابل، غادي نخلط. شنو غادي نخلط؟ غادي نخلط هاد الرملة هذا فين في الماء. جو روبيز لونسومبل، من بعد غادي نعاود نوزن لونسومبل، غادي نعاود نوزن داك الرمل اللي حركته في الماء. داكوغ. لو ميلونج ايتيل هوموجين او هيتيروجين، الخليط متجانس او غير متجانس. نشوفوا اولا الصور. الصوره الاولى شنو فيها؟ فيها كاس من الماء، فيه واحد الملعقه، كاين واحد صحن صغير من الرمل، وحسبنا الكتله ديالهم وعطاتنا 242 غرام. وهذه من بعد ما خلطت داك الرمل فين في داك الماء، عطاتني نفس الكتله. داكوغ، نفس الكتله 242 غرام. دونك شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا انهم عندهم نفس الكتله. داكوغ، دابا غادي نشوفوا واش هوموجين ولا هيتيروجين، واش هذا الخليط متجانس ولا غير متجانس. هذا في نظركم الى عطيناه مثلا لواحد الشخص ما شافش اننا حركنا داك الرمل في الماء، قلت له شنو كاين في هذا الكاس، غادي يقول لك هنا طبقه تقريبا المائله الى السواد، ثم رمل، والفوقانيه هذاك ماء. اذا يمكن له يفصل ما بين مكونات الخليط. اذا هو خليط، خليط غير متجانس. هذا هو التعريف ديال الخليط غير متجانس، هو الخليط الذي يمكن الفصل بين مكوناته او التمييز بين مكوناته بالعين المجرده. ف اذا لو ميلونج هيتيروجين، الخليط غير متجانس. جو كومبار لي دو ماس، دونك غنقارن الكتلتين. سون لي ميم، هما نفس الكتله، بحال داكوغ، سون لي ميم. بعد نمروا الى الملخص. لا تتغير الكتلة الإجمالية لمكونات خليط بعد خلطها. إذا هنايا إلى قست الكتلة ديال الرمل والكأس والماء والملعقة، هو نفسه إلى خلطتهم، هي نفس الكتلة إلى خلطتهم. داكوغ، ما كاين حتى شي تغيير. إذا لا تتغير الكتلة الإجمالية لمكونات خليط بعد خلطها. لا ماس توتال دي كونستيتيون دي ميلانج نو فاري با ابري افوار ايتي ميلانج. الآن غادي نمروا لوحدة التطبيق الذي يوجد بعد الملخص. وطبق. واحد، يرغب يوسف وزينب ومريم تحضير كيلوغرام واحد من عصير الموز. إذا شنو بغاو؟ بغاو يحضروا واحد العصير ديال الموز، العصير ديال البنان، اللي الكتلة ديالو اللي خصهم هي واحد الكيلوغرام. اقترح كل منهم تركيبة مختلفة كما هو مبين في الجدول جانبه. إذن كل واحد اقترح الطريقة اللي غادي يحضر بها كيلوغرام واحد من عصير الموز. يوسف اقترح 200 غرام من الموز، و500 غرام من الحليب، و300 غرام من السكر. غادي نحسبوا الكتلة ديال الخليط. زينب اقترحت 350 غرام ديال الموز و650 غرام ديال الحليب، ما غديرش السكر، 0 غرام ديال السكر. مريم اقترحت 400 غرام من الموز و250 غرام من الحليب و150 غرام من السكر. الان غادي نحسبوا هاد الكتل. داكوغ، اذا عندنا يوسف اقترح 200 غرام ديال الموز زائد 500 غرام ديال الحليب، هي 700 غرام. داكوغ، نزيدوا عليها 300 غرام ديال السكر، هي 1000 غرام. 1000 غرام هي ماذا؟ 1000 غرام اللي كتساوي 1 كيلوغرام. داكوغ، 1 كيلوغرام. فو اذا الاقتراح ديال يوسف اقتراح صحيح. بالنسبه لزينب 350 غرام و650 غرام هي كذلك 1000 غرام. داكوغ، 1000 غرام اللي هي او ثاني كيلوغرام واحد، كذلك اقتراح زينب اقتراح صحيح. نشوف اقتراح مريم، 400 غرام زائد 250 غرام هي 650 غرام، زائد 150 غرام هي 800 غرام. 800 غرام، فوق 800 غرام. اذا هنايا ما وصلش الكيلوغرام واحد، فوق. اذا يوسف وزينب عندهم كيلوغرام، لكن بالنسبه لمريم ما عندهاش كيلوغرام واحد. اذا اكتب الاقتراح الخاطئ، هو اقتراح مريم. إذا الاقتراح الخاطئ هو الاقتراح ديال مريم. داكوغ، الاقتراح ديال مريم هو الاقتراح الخاطئ، لأنهم قالوا بأنهم خصهم يحضروا واحد العصير ديال الموز الكتلة ديالو كيلوغرام واحد. يوسف وزينب حضروا واحد العصير الكتلة ديالو كيلوغرام واحد، لكن مريم لم تستطع. نمر إلى السؤال الثاني.
Pour préparer une pâte de pain, باش نبريباريو واحد لا بات ديال الخبز، جو ميلونج 500 غرام دو فارين، غنخلطو 500 غرام ديال الفرينه ديال الطحين، اي 400 غرام دو و400 غرام ديال الماء، اي 20 غرام دو ليفور و20 غرام ديال الخميره، اي 10 غرام دو سيل 10 غرام ديال الملح. La question c'est je coche la case de la masse de mélange. يعني غادي ندير كخوا علاش على الكتله ديال الخليط. دونك فقط يكفي انني خصني نجمع هاد الكتل. اذا 500 زائد 400 هي 900 غرام، 900 غرام زائد 20 هي 920 غرام، زائد 10 هي 930 غرام، والاجابه الصحيحه هي الاجابه الثالثه. مفهوم؟ اذا هذه هي لا ماس دو ميلونج، داكوغ، هي الكتله ديال الخليط. مفهوم؟ اذا الاستنتاج اللي ممكن نحصلوا عليه من هذا الدرس هو ان الكتله الاجماليه لا تتغير لمكونات خليط بعد خلطها، وهذا الشيء اللي كان عندنا في هذا الدرس ديال كتلة خليط ضمن الوحدة الثالثة. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.